السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نرسم القبة اللي بتبقى فوق الجامع. في ناس بيقولوا إن هي لأغراض معمارية أساس المطرة لما تنزل، لأن هي ما بدأتش تتعمل غير في الشام، في مكة والمدينة مش موجودة، لأن الأمطار مش كتيرة زي الشام. وفي ناس بيقولوا إنها بترمز للسماء. طيب خلينا ندخل هنا أيا يكن، يعني هاجي هنا ليفل 2 اوفره، وهاجي اقول له انا عايز ارسم جريد. ليه بقى عايز ارسم جريد؟ عشان ابدا ارسم الشغل بتاعي واخليه يلف حوالين نوت ماكس، يعني هيسهل عليا الشغل. هاجي هنا اقول له جريد من هنا لهنا، تمام. طيب ده موجود على اني ليفل؟ موجود على ليفل 2. طيب انا حاسس ان في ترتيب مش مظبوط في الليفلات ديت، فانا هاجي هنا واقول له براس اورجانيزيشن، واختار مثلا الزبلن. الترتيب بالفيو نيم بيعمل مشاكل، فالاسهل والافضل ترتبه الاساس ليفل، بحيث يبدا من البادروم للدور الجراوند وهكذا. لما اقول له اوكي هتلاقي اترتب ده اوطى ليفل، ده اللي فوق ليفل 1، السايت ليفل 2 روف، كده بقت اوضح، تمام. وممكن تعكسها، اقول له اديت وندخل عند جروبنج واقول له انا عايزها العكس. اوكي يبقى كده كأني في عمارة، ده الدور اللي تحت خالص وتطلع لحد ما توصل الروف. طيب دلوقتي احنا عملت هو ليفل 1، وهقول له هنا بقى انا عايز كومبوننت، واقول له موديل امبريس، واقول له انا عايز ارسم مثلا نعتبرها روف. اوكي طيب الحاجه بقى اللي هترسم عليها، ممكن بقى تختار الليفيشن او تختار اي حاجه، او حتى ممكن تعملها في 3 دي مش مشكله، تمام. اهوت وهقول له انا عايز هنعمل ريفولف، اللي هو بقى اسهل انك تعمل ريفولف، واقول له انا عايز اعملها على الجريد اللي هو جريد 1. اوكي بالشكل دوت. دلوقتي اي حاجه تعملها هتلف حوالين الجريد دوت، كده كده انت بترسم على الجريد نفسه. طيب هقول له بقى انا عايز ارسم القبه بالشكل دوت، مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت كده، تمام. وممكن تقول له اوفست، الاوفست بقى اللي انت عايزه، ممكن حتى تخليها جرافيك وتقول له هنا انا عايز اعمل مثلا من هنا لهنا كده، وهقفل اللاين ده كده ولاين تاني من هنا لهنا، واقول له تي ار من هنا لهنا وده من هنا لهنا بالشكل دوت. هو كده هيلف حوالين الاكس دوت، الاكس لاين بتاعي اللي هو دوت، اقول له فينش، عمل لي اللوبه بالشكل دوت. طبعا زي ما انت عايز، لو انت عايزها دائرية هتقدر تخليها دائرية. انا راسم شكل قبة شفتها فعجبتني. طيب عايز ابدأ ارسم حاجة هنا كده، تمام. اللي بعد كده هنحط الهلال. الهلال هو مش رمز اسلامي، هو كان رمز الدولة العثمانية، بس هو خلاص بقى مميز انه حاطه على المساجد، وفي ناس بتستخدمه عشان اللي من بعيد يبقى عارف القبلة عن اتجاه. طيب هقول له انا عايز ارسم شكل تاني، وممكن اللي انا ارسمه ده يترسم هنا، مفيش اي مشكلة خالص. اقول له كرييت واقول له ريفولف برضو نفس الفكره، تمام. واقول له نفس الجريد، اوكي اهوت. وهبدا اقول له انا عايز خلي مثلا عندي الخط ده كده، بالشكل دوت. واقول له انا عايز ارسم مثلا، ممكن ترسم شكل اليبس او شكل بيضاوي او كده زي ما انت عايز، تمام. دي أول دايرة، تمام. طيب ممكن بقى تاخد دي كده شوية أو سنة صغيرة كده، في آر من هنا لهنا ومن هنا لهنا، تمام. والأكس بتاعنا أهو، وتقول له موافق هيبدأ الفرق بالشكل دوت. ممكن تقول له إيديت وتبدأ تعدل فيها لو أنت حاسس إنها محتاجة تعديل زي ما انت عايز، تمام.
ده شكل تقدر تعدل الشكل زي ما انت عايز. طيب ممكن بقى عايز تحط الهلال، الهلال هتقول له اكستروشن وتختار الجريد اللي انت عايزه. اوكي، وهقول له انا عايز ارسم الهلال بتاعي بالشكل دوت من هنا لهنا، وهبدأ ارسم هلال كبير شوية، وبعد كده هقول له من هنا لهنا وابدأ ارسم هلال اصغر شوية. موافق اهوت، وهيظبط بقى لما تيجي مثلا في الوسط مثلا تقدر تظبطه، تجيبه هنا كده شوية وتجيبه كده شوية. تمام، فينيش موديل، تقدر تخش على ال 3D هتلاقيه بالشكل دوت، تقدر تعدل فيه بقى زي ما انت عايز، يعني تقدر تخلي الشكل اكبر اصغر زي ما انت عايز. دي الفكرة، وانت بقى ظبط المقاسات. طيب لو عايز اعمل حاجة تحت القبة ديت، شكل من ضمن الاشكال مثلا زي حيطة، اقول له architecture واقول له wall عادي خالص، واقول له انا عايز wall دائري من المركز دوت. لو انا عايز مركز صح اس ان سناب سنتر اس سي اهوت، وهبدأ اعمل حيطة كده ايه في الشكل دوت اهو. تمام، تعال نشوفها موجودة اهيت. تمام، طيب ممكن اروح معلم على الحاجة ديت كجروب وابدأ افحص شوية كريت جروب اهو. مثلا اهو، والحيطة ديت ممكن تعدل الارتفاع بتاعها، تقول له خليها مثلا للروف مثلا، وده خليه مثلا من ليفل 2. نبدأ بقى نحط الشبابيك، ممكن تقول له ويندو هو يتحط على الحيطة عادي بدون أي مشكلة خالص، مثلا هومت بالشكل ده. ولو حطيتهم في 2D هيبقى أسهل. والله